لنكشف ذلك معاً. أتدور من الجوع؟ ستسقط حبة الكوكيز هذه جوعي. يسيل اللعاب من فمي. تعالي إلى فمي. أخاف من الجرس كثيراً. حبة الكوكيز ستسقط على الأرض. لا، ساعديني، أنا أسقط. ستظهر كدمة في جسمي. هناك أوساخ كثيرة. مرحة، أريد أن أدفن نفسي في هذه الأوساخ. هل يمكنني أكلها؟ هل يمكنني أكلها؟ كيف اتسخت بهذه السرعة؟ هذا مقزز. لن أضع هذه الأوساخ في فمي. هذا أفضل يوم في حياتي. مقزز. لا تزال صالحة للأكل، صحيح؟ لن يقتلني القليل من الوساخ. سأكلها. يا إلهي، ما خطبها؟ هذا مقزز. أعرف كيف أجعل الحصة أكثر متعة. يا بنت، أتريدين حلوى؟ لن يلاحظ الأستاذ حتى. من المؤكد أنه يتكلم كثيراً. ماذا؟ هل هو قادم؟ تصرفي بعفوية. أهلاً يا أستاذ، أرجوك إلا حلواي. هذا ظلم. لا تقلقي صوفيا. لا أريد المجازفة. صوفيا، أنا جادة، لا أريد الوقوع في مشكلة. سأكلها أنا إذن. يجب أن أركز. لحظة، لماذا لم أفكر بها مسبقاً؟ خطرت لي أفضل فكرة. أحضر مقلمة كهذا، ثم حدد أطراف قاعها. حان وقت قص هذا الشكل. ضع بعض الغراء الساخن في منتصف الدائرة. من الأفضل رسم خط متعرج، ثم ألصق أقلامك بهذا الشكل. ممتاز. أحضر المقلمة الآن. حانما تضع حلوياتك بداخلها، غطها بتمويه الأقلام. هكذا. هل تريدين أكل أول حبة؟ الأزرق لونها المفضل. غطيها قبل أن يرانا المعلم. يا لنا من مكرتين. حان وقت الجولة الثانية. يا لها من مباراة رائعة. علي إخراج الأغراض من الخزانة. رائحة نتنة. سأضع هذه الكرة. لما لا تدخل؟ على مهلك. ادخلي. مرحبا. هيا واصل. هكذا هي الحياة. لقد حققنا فوزا ساحقا. يبدو أننا صديقتان. هذا غريب. أوبس، هذا خطأي. لقد لقناهم درسا. نقودي سأضعها في الخزانة. أجل، لا يمكنني توخي الحذر الشديد. أراك في التمرين التالي. أوتش، تستحق هذا. هذا غريب. عموما علي الذهاب الآن. أنت قوي جدا. لقد أنقذتني. كان ذلك وشيكا. لن يحدث هذا ثانية. مرحبا. وجبات خفيفة شهية. السماء تمطر. بسرعة، سأتبلل. صوف جيد. كان ذلك وشيكا. حسنا، حصلت على مجموعة جديدة من الأغاني. تحقق منها. ماذا يحدث هنا؟ حسنا، تحقق تحقق تحقق. أنا راقص الراب. هاي، أخفض الصوت. حقا؟ سيكون وشاحا جميلا. عليها إيقاف تشغيل سماعاتها. هذه مكتبة ليس نادٍ. الموسيقى الصاخبة ممنوعة هنا. اخرج. وأنت يا فتى، أنا أراقبك.
شباب اليوم لا أعرف ماذا حل بهم. هذا المكان ممل. حسناً، هذا غير متوقع. يمكنني استخدام سماعات الأذن. لما يحدث هذا لي دائماً؟ هذا مزعج. ارفع يدك عن الأصفر. هذا غير مرن إطلاقاً. سأحتاج وقتاً طويلاً. وجدتها. هل يمكنني تقديم المساعدة؟ لا يمكنني فكها. ماذا تفعلون يا أولاد في وقت الفراغ؟ واو، شكراً، أنا ممتن لك. يمكنني الآن الاستماع إلى الموسيقى ولن يعرف أحد. أجل. هيا سأرفع الصوت. لا 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 لا. وكأنه قطة تتألم. حسناً، حان الوقت لأذهب. سأضع هذه في جيبي. ليس بهذه السرعة. أعطني إياها. سأريك حيلة بسيطة. عليك مد الأسلاك هكذا، ثم اصنع هذه الإشارة ولف السلك حول أصابعك. إنها كعملية الحياكة، ولا تتشابك الأسلاك ثانية. واو، هذا مذهل. أجل. شكرا مجددا. أوب. آمل أن أتحمل هذا. أليس هذا الفستان جميلاً؟ يا مقزز، ماذا؟ هناك عرق على وجهك. هذا محرج. أحتاج إلى البودرة. هذه الفرشاة مثالية لهذه المهمة. شديدة الامتصاص، ستجفف وجهي بسرعة. حانت اللحظة. كل هذه البودرة؟ أرد حساسيتي. سأستخدمها الآن. هل غطت كل العرق؟ ملمسها رائع. ولن أنسى أنفي. هل أبدو أفضل الآن؟ نعم، إنها بحاجة إلى مرآة. زال كل العرق. غزل البنات رائعة. شكرا يا صاحبي، سأستمتع بتناولها. مشروب منعش. أنت ودود، لذيذ فعلا. خطرت لي فكرة، سأنزع الحلوى عن العود. كان ذلك اللون مناسبا لي، وسوف أعصرها هكذا فحسب، ثم أغمسها في المشروب الغازي. سيكون مذاقها مذهلا. الكثير من السكر. هو شهية المذاق. يجب أن أجفف شعري جيدا. ممتاز، يبدو رائعا. مهلا، ما هذا الشيء؟ شعر في أنفي. يجب أن أتخلص منه. سيؤلمني هذا. حسنا، سأزيلك أيها الشعر. هيا غادر أنفي. هذا الشعر عنيد، ربما أحتاج لقوة إضافية. هيا انزع الشعر يا ملقط. أخيرا، هذا مقزز. كل هذا الشعر كان في أنفي، لكني أبدو مرتبا الآن. كم أعشق النودلز، لكن لماذا هي طويلة جدا؟ أعجبتني القصة كثيرا، مساعدة وكثيفة. أنت الأفضل. من التالي؟ لم أرك منذ زمن طويل يا جوي. ماذا تريد اليوم؟ قص الأطراف فقط. هذا فوضوي جدا. واصل الأكل وإلا ستسقط. كدت أكلها كلها. هذا مزعج. وجدتها. أجل، ستبدو رائعا. واو، قل أهلا لمظهرك الجديد. قصة واحدة فقط. يا سلام،
أشعر أن شعري صار خفيفاً. ثق بي صح. وداعاً أيتها الخصل. مرحى. كلا إنها طويلة جداً. سأواصل قصها. ليست قصيرة بعد. هذه الحيلة عبقرية. يمكنني الأكل بسلاسة. وهذه آخر خصلة. ما رأيك؟ يا إلهي! هذه أنا يا سخيف. أوه، أبدو رائعاً. شكراً. أشعر بالتخمة الآن. لا يمكنني إنهاؤها. أحدثت فوضى كبيرة اليوم. هذه الوظيفة مرهقة. أحتاج إلى علكة. هذا أفضل. أوه، كل هذه الأسنان؟ سألمعها لأقصى درجة. هل هذا الخبز من الفطور؟ سأزيله لا داعي للقلق. جيد. أوه، تباً. أوه، أظن أن العلكة علقت في فمي. أوه، أكره التقويم. يحدث هذا لي دائماً. لماذا تهاجمينني؟ لا لا، أمسكتها. هذا المكان مذهل والأغاني رائعة وحماسية. أحتاج إلى استراحة. أريد سبرايت من فضلك. لا مشكلة، تفضلي. هذه الأغنية رهيبة. تباً، أحمر الشفاه مطبوع على الكأس. يجب أن أضع المزيد منه. من الجيد أني أحضره معي دائماً. مرحباً، كيف يمكنني مساعدتك؟ أوه، لوحة رسم خالية. حان وقت تألقي. هذا اللون رائع برأيي. سأضع المزيد من باب الاحتياط. مرحباً، كيف الحال؟ هناك أحمر شفاه على أسنانك. يا إلهي، كم هذا محرج. أسنانها ملطخة بأحمر الشفاه. جاهز لنأكل. يا إلهي، يبدو هذا المكان جيداً. إنه مريح ولطيف. حان وقت عود الأسنان. هيا. كم أحب عائلتي. آي، ماذا يحدث؟ هل تريد اللعب معي؟ ها، أرني ما لديك. انكسر العود. استمتعت بأكلها. أوه، حان وقت خيط تنظيف الأسنان. سيزيل الذرة بالتأكيد. هذا ممتع. أحب القفز على الحبل. أخيراً أزلت حبة الذرة. هناك ذرة على أسنانك. لحظة، طفح الكيل. يا أنا يا حبة الذرة العنيدة. هل هذا؟ لابد أنها زالت. أين هي يا ترى؟ أين أنا؟ عائلتي، وجدتكم أخيراً. أليست هذه النهاية سعيدة؟ أوه، كيفن يطلب مني الخروج معه في موعد. يجب أن أستعد للموعد. أجل، هذا اللون مناسب. والعطر الجديد طبعاً. رائحته زكية. أوه لا، بقي شيء واحد فقط. لا مفر من الأمر. الكحل، عدوي الأزلي. ربما بهدوء. هكذا بالراحة وبدقة.
عظيم، هذه الرسمة مثالية. والآن دور العين الصعبة. واو! لقد أخذتك، هذا غير مضحك. كلا إنه مضحك، خاصة النظرة على وجهك. يكفي، يا ويلك مني. حسنا، حانت اللحظة، حان وقت استعراض مهاراتي في المشي. المشي في خط مستقيم سهل جدا. أوه، أشعر بحكة في أنفي، أنا أقوم بعمل رائع. أنا أسقط. هل تعبث معي؟ يجب أن أهرب. هاي، أظن أن علينا الذهاب. يجب أن أنظر إلى شكلي أولا. أوه، ما هذا؟ هاي، مرحبا، أنا عالقة بين أسنانك. أوه لا، هذا غير مقبول. يجب أن أخرجها. سأستعين بعود تنظيف الأسنان. هيا أخرج من هنا، أنا مرتاحة. قلت اتركني وشأني. أو هذا كاف، سيلقنه هذا درسا. أو إنها حرب. وستساعدني فرشاة المكياج هذه على الفوز. مهلا، ماذا؟ ماذا؟ ما هذا؟ ماذا يحدث؟ أوه رائع، نجحت. عظيم، أنا مستعد للخروج الآن. واو، هل هذا بطيخ؟ كان ذلك مختلفا. أمسكتها، هيا اكسرها لنفتحها. لا بأس، يمكنني تولي الأمر. لا تقلق، ها نحن دا. سألف الورقة حول هذا السهم. يبدو هذا معقدا قليلا. ثق بي. هل تعرفين كيف تستخدمين هذا؟ أنا محترفة. أوه، توجد ملحوظة. هل تواجه ماديس المشكلة؟ من الأفضل أن أذهب. أوتش، ماذا يحدث هنا؟ هذا. هل يمكنك فتحها بحركة كاراتيه؟ حسناً، تراجع للخلف، فقد يصبح الوضع فوضوياً. وها قد انتهيت. كان ذلك رائعاً جداً. إنني أؤدي عملي فحسب، ليس من السهل تناوله. ماذا نفعل؟ هذه جولة صعبة. واو، انظر، هذا ما نحتاج إليه تماماً. سأضعها على قطعة البطيخ، ثم سأضغط عليها للأسفل. والآن حصلت على شريحة بطيخ. أعطيني إياها. كلا، إنها لي. إنه لذيذ جدا. لا تحتاجين إلى أدوات فاخرة لهذا الغرض، مجرد كأس سيكفي. يمكنني استخدام هذا الكأس لتقطيع شريحة البطيخ، ثم أهز الكأس ليخرج القطعة. هذه ليست حيلة سيئة. إنني أتطلع إلى تذوقه، هذا لذيذ جدا. وأنا أيضا حصلت على شريحة. لذيذ جدا، لنجرب هذه القطعة. هذا مذهل. يا إلي انظري. طيب يا ماديسون، أنا أيضا لدي صمغ. كلا، انظري إلى ما بداخل الصمغ. أوه، صمغك يا أحمر، صمغي شفاف اللون. كلا إلي، انظري، إنه ليس صمغا، يمكنني سحبه الكثير منه. إنه مخططي ومسلن. رائع، أتمنى لو كان لدي سلايم لأسلي نفسي به. هاو، يمكنك مده كثيرا. حان وقت تناول وجبة خفيفة. ياه، هل تأكلين السلايم؟ لذيذ. ماديسون، توقفي عن أكله، ستصابين بوعكة صحية. لا تقلقي يا إلي، هذا ليس سلايما. انظري،
أحضرت عودة صمغ وأزلت كل الصمغ. ممتاز، لا يوجد أي صمغ. حان الآن وقت الحلوى الهلامية. سأذيبها بمجفف الشعر. أوه، إنها لزجة، هذا ممتع. والآن الخليط جاهز للمرحلة التالية. أحتاج عود الصمغ والحلوى المذابة. حان وقت سكبها في العلبة. سأملأ العلبة بالكامل وانتهيت. سأحضر الغطاء الآن. تبدو الحلوى مثل صمغ عادي. انظري يا ماديسون، لقد صنعت واحدا بنفسي. انظري إلى هذه الحشوة المطاطية الهلامية. شاهديني وأنا أعصرها بين أصابعي. حان وقت أكلها. اسمعي لنسحقهما معا. أظن أنها ستتمدد إلى الأبد. لنتناول لقمة. أوه، ما الذي يحدث هناك؟ لا شيء، إنه مجرد صمغ. صمغ؟ هذا غير منطقي. المعذرة؟ وصلت في آخر لحظة. لكنك أحضرت معك شيئاً بشعاً. ما الذي تتحدث عنه؟ هذه البثرة كبيرة. يا للهول، هذه البثرة بحجم البحر المتوسط. أحتاج إلى الكثير من كريم الأساس لتغطيتها. هل هذا مكياج؟ يا معلمة! اصمتي، أنا أحتاجه. اخرسي أرجوك. توقفي. ما كل هذه الضوضاء؟ أوف يا إلهي. سأغطيها بيدي. من تريد حل المسألة؟ أنا. لا أحد. أنا. حسناً، تعالي للسبورة. ما مشكلتها؟ مهلاً، وجدتها. هل تريدين إخفاء كريم الأساس؟ أزيلي غطاء الممحى ثم اسكبي المكياج في حاوية الممحى. أحضري صمغاً وأزيلي غطاء واستخدمي المشرة لإخراج الصمغ. بعد أن تصبح علبة الصمغ فارغة، ضعي إسفنجة المكياج. هذا ما أحتاجه بالضبط. وداعا أيتها البثرة، يجب أن أسرع. أعمل أن يغطيها بالكامل. فعلتها، انتهيت. اختفت البثرة. لن تضحكي علي الآن. أين ذهبت البثرة؟ أنت تتوهمين. لكنها كانت. أين اختفى مكياجك؟ ربما أحتاج إلى نظارة جديدة. هناك فن في تحضير فخذ الدجاج المثالي. رشة فلفل أسود لإضافة نكهة لاذعة. والمزيد، لدي جلسة تسمير اليوم. عدي للمنشفة. حسناً، أنا أعرف الشكل الذي تفضله. استعجلي، التحضير مرحلة في غاية الأهمية. كدت أنتهي. وأخيراً وليس آخراً، تفضل منشفة دجاجة مثالية. هذا أفضل. يا له من متطلب. بعد الانتهاء من تتبيل الدجاجة سأفركها بهذا الشكل لتتشرب كل النكهة. أتشوق لالتهامك. عما قريب. هذه الحرارة مثالية وسأصبح ذهبي اللون. واو، أوشكت على الانتهاء. أصبح لوني بنيا ذهبيا. مرحى. تبدو شهية. أظن أنها نضجت ورائحتها شهية باللون البني الذهبي. الهواء عليل هنا. كدت أنسى، لدي فخذ دجاج آخر. حان وقت طهيك يا جميل. هذا تسمير على أصوله. استمتع بوقتك، سأكون هنا. لن يستغرق طهيها وقتا طويلا. انطلقي إلى الفرن. سعيدة جدا بوجودنا هنا. أجل، أنا مستمتع جدا. أهلا بكم في الحفل. لن نتوقف أبدا. مهلا، هل يبدو اللون البرتقالي مناسبا لي؟ ما هذا؟ أخرج من هنا أيها البشري، أنت غير مدعو.
سأريه ما سأفعله، إنه جارنا. يمكنني تناول رقائق البطاطس يوميا، إنها مسببة للإدمان. تبدو هذه الحبات شهية لذيذة للغاية. ليتني أستطيع تناول واحدة. آمل أن يجف هذا الطلاء قريبا. جميل، أشعر بجوع شديد. ها؟ هل تريدين واحدة؟ لا يمكنني ذلك، سيفسد طلاء أظافري. حقا؟ ها؟ خطرت لي فكرة. ماذا تفعل؟ أو أعطني إياها، يجب أن تكون أسرع من هذا. تصرف لائم للغاية يا ماثيو. لذيذة. لذيذة للغاية. توقف يا ماثيو، لابد أن هناك طريقة لتناولها. أو وجدتها. ماذا تفعلين؟ شاهد هذا. النجدة، لقد أمسكوني. لا، فكرة ذكية. ها، واو، هذا مدهش. أتريدين المزيد؟ سأستخدم يدي. مملة لأقصى حد. ما هذا؟ بسبب مخالفتك للقواعد سأعطي كامل الصف اختبارا مفاجئا. أوف، يداي جافتان من الطباشير. يا للهول، لدي كريم لليدين. لكن هل سأكون منافقة؟ هذا أفضل. يا لوقاحتها، هل تستخدم الكريم؟ لا، هذا سيء. عار عليك، يجب أن تعاقبي. أرجوكما، أنا إنسانة، لا يستحق الأمر كل هذه المجازفة. أو ربما أستطيع استخدامه بطريقة غير مباشرة. هل لديك عبوة غراء؟ أزيلي كل الغراء عنها. لا أحد ينظر، صحيح؟ حان وقت المكون السري. يبدو كريم اليدين مثل الغراء. وانتهيتي. يا لها من حيلة ذكية. يا لها من حيلة ذكية. ستصبح يداي ناعمتين. آه، ما أجمل هذا الشعور. هل تضع غراء على يديها؟ وهذا الكريم رائع. حان وقت الجولة الثانية. هل فقدت صوابها؟ لا شيء هنا. أجل، يجب أن نشاهد الفيلم. أها، نعم. هاو، إنها فرصتي. واصل السير. أوه يا، كيف حالك يا صديقتي؟ كلا، لن أسمح بذلك. اتركي قدمي. هيا اتركيني. هل أنت مصنوعة من الغراء؟ يبدو أنك ستأتين معي إلى حصة الكيمياء. مغامرة جيدة، هذا مشوق. من الصعب التركيز. هل أنت بخير يا علكة؟ هذا مذهل. هذه العلكة الغبية تشغل كل تفكيري. متى ستتركيني وتنصرفي؟ متى سأستعيد خصوصيتي؟ ضعي كل الحلوى في صندوق. أمل أنك سعيدة. أنا مبتهجة. التالي. لا 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 لا، أعطني إياها. الحلوى ممنوعة في الفصل. حقا، ظننت أنه مقلب. هي، أصغي إلى هذا. ربما لا ينبغي، لكن حسنا، هذه المرة فقط. أوه، هذا موديل، أحببته. كنت أعلم. حسنا، أراك في الداخل. محاولة جيدة لكنها فاشلة. لا حلوى. لا أريد رمي مصاصتي. كانت أغنيتي المفضلة لكنها أفسدتها. مهلا لحظة، لدي خطة. سأخذ مصاصتي وأذيبها، ثم سأحتاج إلى هذه الحقنة. سأملأ الحقنة بالحلوى السائلة. يجب أن أسرع، لا أريد أن تصبح صلبة. والآن أحتاج إلى حافظة سماعات الأذن. سأضع الحلوى في الحافظة، ستجعل الحقنة مهمتي أسهل. والآن الجهة الأخرى. هذا جيد. سأغلق الحافظة وأنتظر حتى تصبح الحلوى صلبة. أمل أنها قد نجحت. سأضع الحلوى التي على شكل سماعات في أذني. من الأفضل أن أجعل الأمر مقنعاً. لحسن الحظ أنني راقص بارع. أوه رائع، ما زال يرقص. أترين؟ لا أحمل الحلوى. يمكنك الدخول. دادادو. نجحت. لذيذة جداً.
إنها في الهواء وجارد أمسك بها. أجل، ها؟ ما هذا؟ أوه، نسيت واجبي المنزلي. إنه ممل جداً، من الأفضل أن أبدأ. أو يمكنني تناول الحلوى، كان قراراً صعباً. لذيذة جداً، أحب الحلوى. واو، انظروا لهذا، إنها لوحة فنية، سأحركها لتشكل صورة. خاطرت لي فكرة، سأرتب الحلوى فوق اللوحة، والآن سأستخدم لوناً مختلفاً، مثلثاً ثم أملأه، ثم أضيف بعض التفاصيل. إنها حلوى البطيخ. هذا أفضل عمل لي، من الأفضل أن أذهب إلى المدرسة. لا تتحركي، إن كانت هناك حلوى فسأجدها. ها؟ ماذا يحدث؟ هيا، يجب أن لا تأخر. أو لديك بطيخ أيضا. حلوى، أمسكت بك. ظننت أن هذا سينجح. اذهبي من هنا، هذا صعب. لم أحلم حتى بإدخال الحلوى إلى الفصل. أو حسنا، الآن أنا مثير للريبة. هيا افحصني، ليس لدي ما أخفيه. أو جيد، نجحت، أعني شكرا لك. لا أصدق أنه قد وجد الحلوى. حان الوقت لتناول بعض الحلوى. أعطني لوحتك الفنية. هي هذه لي. حان وقت التقييم، كنت أريد تناول بعض الوجبات. عمل رائع، أنا فخورة بكم جميعا، لكن هناك فائز واحد. هذا صعب، لكن لوحة جارد هي الأفضل. أحسنت. ها، حقا أنا؟ أنت؟ تعال. واو، هذا مذهل. أريد أن أشكر والدي طبعا. مهلا، هل حصلت على كأس؟ أوه، أزهار، أحبها كثيرا. هذا رائع يا جارد. شكرا جزيلا، ذوقها سيء في الفن. أنت تشعرين بالغيرة. حظا طيبا في المرة القادمة، أعتقد أنني أستحق تحلية. إنها تحفة فنية. واو، ما كل هذه اللافتات؟ ستقام حفلة الليلة، يبدو أن الجميع مدعوون، سأحضرها بالتأكيد. سأعدل مكياجي قليلا. هذا يدغدغني، القليل من ظل العيون. أتش، أبدو رائعة الآن. حسناً، حان وقت الحفلة. أوه، من صنع كب كيك؟ تبدو هذه القطع شهية. أجل، إنها حلوة. قطعة أخرى؟ أو أجل. أوه لا، هل تظنين أنك تستحقينها؟ أعلن الحرب، أنا مستعدة. ها، هي لك من سخيفة، لكني جادة للغاية. أعطيني إياها، إنها لي، لكني أمسكتها أولا. أنا جائعة أكثر منك. بدأت أشعر بالدوار، هل يمكنكم الاتفاق على حل وسط؟ أعطيني إياها، على جثتي. لحظة، أتشو، ياه، يوجد اختراع اسمه المنديل. لم أعد أريدها. أحسن، مغفلة. يا سلام، هل بقي أي شيء هنا؟ هيا، حصلت على قطعة. يا لجمالها، سأستمتع بأكلها. حان وقت الغوص، لكن لحظة، أنا مستعدة الآن. أجل، واو، هذا الحليب منعش. سأغمس رأسي الآن. هذا رائع، أشعر بانتعاش كبير. ماذا سأفعل الآن؟ لا أريد أن أدخل إصبعي في الحليب. سأخذ حبة كوكيز أخرى، يا لي من ذكية. فالشعر الطويل مزعج أحياناً. الهواء الساخن قادم. حسناً، هذا يكفي. قلت إن هذا يكفي. يا إلهي، يا للهول، يبدو مثل عرف أسد.
يجب أن أمشط شعري. إنه عالق في شعري. لماذا يعاندني هذا الشعر؟ ما أجمل ملمس شعرك. توقف عن لمسي. أريد استعادة شعري الناعم. يا إلهي، كل هذا الشعر؟ ستكون هدية تذكارية منك. هذا مقزز، أعطني إياه. ياه، أصبح المشط نظيفاً. لديك شعر رائع يا أني. شكراً على المساعدة يا مشط. سأستعرض شعري الآن. انظري ماذا لدي. بعض الخضار الشهية ودلو من الدجاج المقلي. سأستمتع بتناوله. يا لها من رائحة طيبة. يجب أن نتحدث. أنت ستتناول الدجاج وأنا سأتناول هذا. هاي، لست أنا من وضع هذه القوانين. أعني، انظري إلى هذا الرسم. هل ترين هنا دجاجاً مقلياً؟ هيا. لقد وجدتها. أعتقد أن علينا لعب لعبة. مهلاً، أنت لا تقصدين. حسناً، أنا أحب التحديات الممتعة. سنتبادل الطعام إن فزت أنا. أنا موافق. لنبدأ. لقد أحضرت الكريمة. حتماً ستندمين على هذا. حسناً، لا يهم. حسناً، إنها جاهزة. هيا بنا، هذا مشوق جداً. يراودني شعور جيد حيال هذا. لا شيء. إنه حظ المبتدئين. دوري الآن. أعلم أنه لن يحدث شيء. لا، مرحبا، لقد فزت. هذا ليس عدلا. أنت تقول هذا دائما. والآن أعطني الدجاج. هذا أفضل بكثير. أنت محق، رائحة هذه القطع المقرمشة طيبة بالفعل. هي، مهلا، لنلعب لعبة أخرى. لا، لا أريد. كان الأمر يستحق المحاولة. أنا أكره الخضار. لا، لا. ماديسون، هل سقطت عن السرير مجدداً؟ كيف يمكنها البقاء نائمة؟ نامي هنا. لحسن الحظ وجدت الحل المثالي. سيلقيها هذا في مكانها وهكذا لن تسقط أبداً. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ يحدث هذا كل ليلة، لكن أعتقد أنني عرفت ما سأفعله. سأضع إسفنج المصباح على حافة إطار السرير. سأصنع به شقوقاً كي يبقى ثابتاً. وعندما تتحرك ماديسون سيكون الحاجز الإسفنجي بمثابة مصد ولن تسقط بعد الآن. أنا سعيد جداً لنجاح هذه الحيلة. والآن يجب أن أكون هادئاً. حسناً، سيكون هذا الشيء رائعاً. أوه، وبينما أنتظر ناقة. مرحباً يا ديفيد. ماذا؟ أريد شيئاً لاحتسائي أيضاً، أرجوك. أوه، حسناً، بالتأكيد. أوه، يوجد مزيج من الشوكولاتة الساخنة هنا. لذيذة، حلوة. أجل، دعيني أحضر هذا. أنت ماذا تفعلين؟ لقد أكلت كل الحلوى. هيا، أعطيني إياها الآن. أنا جاد، أعطيني إياها فوراً. أنا لا أمزح. أنا غاضب منك الآن. لكن الحلوى. حسناً، خذيها مجدداً إن كانت مهمة لك إلى هذا الحد. مرحبا، شكراً يا ديفيد. والآن ليس لدي أي حلوى لأكلها. حسناً، لا أراها في أي مكان. يمكنني التسلل إلى الداخل. والآن يمكنني إخراج كيس حلوى الديدان الهلامية الذي خبأته هنا. أحب الحلوى الهلامية جداً. مرحباً يا ديفيد، هل يمكنني أن أحصل على بعض الديدان الهلامية أرجوك؟ خذي الكيس بأكمله إذن. لقد أخذت، لكن كان ذلك جزءاً من خطتي، لأنه بينما تأكل تلك لدي مخزون سري أكثر. أخذت أنبوب معجون أسنان وأفرغته بالكامل. أوه، انظروا إلى ذلك. انظروا إلى ذلك الجل. حسناً، الأنبوب فارغ وسألقي معجون الأسنان فحسب. والآن سأضع الديدان الهلامية. ستنزلق داخل الأنبوب. إنها بمقاس مثالي تماماً. والآن سأعيد وضع الغطاء لأنهي هذا التنكر. والآن حين أريد أكل دودة هلامية لدي واحدة جائزة. جيدة جداً. ها؟ أشم رائحة رقائق البطاطس. أعطني هذا. هي، اشتري بنفسك. يا لأولاد اليوم. يجب أن لا أدعه يرى هذا. ماذا سأفعل؟ يجب أن أفكر بشيء، لكن ما هو؟ أوه، إنها مولي. مرحبا مولي، تبدين جميلة اليوم. أوه، هذا أنت. أوه، مرحبا.
قرأت هذا الليلة الماضية. إنها ممتع جدا. مهلان، أريني ربطة عنقك. لكنها ربطتي المفضلة. ستأتي معي. ألا يجب أن نتعرف إلى بعضنا أولا؟ هذا ما أريده. ماذا حدث؟ أنا متحمس لإخبار أمي بهذا. سأقلب ربطة العنق وأضعها بشكل مستوى، ثم سأحتاج إلى القليل من الغراء. سأضع نقاط الغراء على الربطة، ثم سألصق بها شرائط من القماش المساطي. سأفعل هذا حتى نهايتها. يجب التأكد من ثباتها. آخر شريط. والآن سأدخل الحلوى في الشرائط. مناسب تماما. هذا جاهز. سأتصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. تناسبني ربطة العنق هذا وأحب الإكسسوارات. حان الوقت لتناول الحلوى. سأستمتع بتناولها. الحلوى السرية هي الأفضل. هاي مالي، تريد أمي دعوتك لتناول العشاء؟ هذا ليس جيداً. أهلاً جارد، بدأت أندم على هذا. لدي المزيد من ربطات العنق إن كنت تريدين، لكن ستكلفك هذه قبلة. ماذا فعلت؟ هل تحاولين تهريب أي مكياج؟ كما توقعت. مصحح، يمكنك الاحتفاظ به، لكن المانيكير ممنوع بتاتا. هيا انصرفي. إنها لئيمة. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل ستنجح هذه الحيلة. سأفتح علبة المصحح وأسكبه في هذا الوعاء. سأضعه جانباً. حان وقت المانيكير. سأسكبه بحرص داخل العلبة. هكذا، هذا اللون جميل. هذا يكفي. سأعيد الغطاء هنا. انتهيت. لن تلاحظه أبداً. مرحباً، كيف الحال؟ إنها فرصتي. سأضع المانيكير على أظافري. أجل، اللون يناسبني تماماً. واو، كيف أدخلت هذا المانيكير؟ بالتهريب. ما هذه الرائحة؟ إنه المصحح. فهمت. نعم، النقطة واضحة الآن. أتناول خيط سترتي، ليس بالخط بالجلل. هل يأكل جيك؟ يجب أن ألقي نظرة فاحصة. يبدو أنه خيط سترته. لحظة، ما ذاك الشيء هناك؟ إنه ليس خيط سترة. جيك، الحلويات ممنوعة. طيب، آسف. ماذا سأفعل الآن؟ لا أزال جائعاً. أوه، خطرت لي فكرة. سأتناول رشفة ماء فحسب. يا، الماء لذيذ. أعني منعش. جيك، يمكنني رؤيتك. لا يمكنك أكل الحلوى من قارورة الماء. طيب، أنا جاد، عد للدراسة. يقدم الأستاذ قلمه دائماً. وألهمني هذا بفكرة. جميل، حان وقت الحلوى. سأزيل غطاء القلم الخطاط، ثم سأزيل قطعة الحبر. يجب ألا أنسى الطرف. إنه أكبر مما توقعت. يجب أن أنظف القلم. الخطوة التالية الحلوى. فقط سأدخل الحلوى في القلم الخطاط. أتسع لها بمثالية. حان وقت إعادة الطرف وأصبح القلم جاهزاً. رائع، قلم حلوى. طعمه طيب، يمكنني أكله طوال اليوم. زيك، ما الذي تأكله؟ أنا لا أكل، مجرد أن يقدم القلم الخطاط مثلك. أظن أن هذا مقبول، لا بأس.
طيب، لا أصدق أن هذه حيلة. مرحى، وقت الاستحمام. الاستحمام وقت للانتعاش والنظافة. أجل، هذا ما أتكلم عنه، وسأنظف شعري بالشامبو. يا سلام، ما أجمل هذا الشعور. أوه، حفلة رغوة، هذا رائع. القليل من هذه ومن ثم هذه الحركة. أنا ملك الرغوة. أوه، في الأسفل، أنا قادم. هذا مؤلم. أنا أحظى بوقت رائع هنا. مهلا، أعتذر عما فعلته بعينك. انتهيت الآن. إذا ماذا سنفعل؟ انظر إلى هذه الفراولة. رائحتها جميلة جدا. إنها غنية بالعصارة. يمكنني قضاء يومي بأكمله في تناول الفراولة بأوراقها وكل شيء. عليك تناولها بشكل ملائم. عليك التلذذ بها. اجعليها تجربة لا تنسى. وبالطبع فليكن معك الأدوات الملائمة. هذه الأداة الذكية الصغيرة تزيل الأوراق. إنني أمسك الأوراق فحسب وأديرها. لا مزيد من أوراق الفراولة أو سيقانها. هذا أفضل. عجل عجل، لا يهم. تظن نفسك ذكيا للغاية. سأعود بعد عدة دقائق. علي الإسراع. سأريه ما يستحق. مرحبا، أحتاج إلى شفاطتك أرجوك. انتظري. هيا أسرع. شكرا. كان ذلك غريبا. أنا آتية يا ديفيد. لقد عدت. وهذا ما أحتاج إليه تماما. شاهد هذا. ادفع الشفاطة من أسفل الفراولة. وهكذا لا يتبقى أي أوراق أو سيقان. هذا ذكي جدا. أحسنتي. ربما يمكننا تبديل أدواتنا. تفضلي. سيكون هذا ممتعا. صوفيا، أحضرت حلوانا المفضلة. حسن حظي أني جارتك في الصف. يجب أن أخرج أغراضي. آمل ألا تكون الحصة مملة. أحتاج لبعض السكر للتركيز. شكرا يا فتاة. فتح الغلاف صعب. هيا، كما لو أن عليها قفل. وبعد أن تفككت القارة، ماذا؟ طلبة في قمة الاستهتار. يا إلهي، تصرفي بعفوية. تظاهري بالإصغاء. ما الذي يحدث هنا؟ حلوة، ها؟ لا يمكنها مصادرتها. أقسم أن قلبي توقف. أين كنت؟ الكبار ظالمون. يبدو مرطب الشفاه هذا مثل حلواي، نفس الحجم. دعيني أرى. أولاً سأفتح مرطب الشفاه، ثم سأستخدم ملعقتان لإخراج المرطب. حالما تصبح العلبة فارغة، سأضع الحلوى مكان المرطب. مخفية تماماً، أترين؟ لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مسبقاً؟ واو، فكرة عبقرية. طعمها طيب. أنقذت يومي يا صديقتي. كما كنت أقول، وقت الفسحة. يا العام المنافقة. الرسوم الهزلية مضحكة فعلاً. هل هناك أحد في الجوار؟ سأتناول القليل من الحلوى. أبي، أين أنت؟ تباً، الأطفال قادمون. هل يمكنك مساعدتي بتعليق هذه الصورة في غرفتي؟ أرجوك، لن يأخذ من وقتك الكثير. تمام، لا بأس. أعطني مطرقة ومسامير. مرحى، شكراً لك. فاكهة، يمكنني تناول القليل منها. ماذا؟ يخفي الحلوى. يبدو أن حلوياتي أصبحت لي. تمام، بهذا المستوى.
تمام يا تينا، علقت الصورة. شكرا جزيلا، أنت أفضل أب. أصبح فتاة غريبة أحيانا، سأعود للاسترخاء. من الأفضل التحقق من خلو المكان. اختفت الحلوى تينا. أشعر بالتعب. حسناً، أين عدساتي؟ ها هي، سأضعها في عين الآن. واو، المكان ساطع هنا، سأذهب إلى هذه الجهة. هذا مؤلم. حسناً، سأحاول مجدداً. ماذا عن هذا المكان؟ آي، هذا مؤلم أكثر من قبل. حسناً، سأنجح هذه المرة. أو فهمت، هكذا. هل أدخلتها؟ ممتاز، صرت أرى أخيرا. حان وقت الحلاقة. حسنا، أرني أظافرك. هيا أرني إياها. إنها في حالة ترثى لها. يمكنني إصلاحها، يجب أن نبردها أولا. حياة الظفر مملة، أشعر بالضجر. كلا، ابتعد عني. توقف، أنت تعبث بمظهري. هذا هو الأمر الواقع. حسنا، ألقي نظرة إليها. واو، أفضل بكثير. لماذا لا تجربين هذا اللون؟ أعترف أني أصبحت أملسا. ما هذا؟ حسنا، سأختبئ خلف اللون لنجفف طلاء الأظافر الآن. هذه الحياة التي أريدها. أين اختفى الضوء؟ لقد أعجبتني، إنها رائعة. تفضل. أحب البطاطس. علينا تقشيرها أولا، لحسن الحظ جئت مستعدة. رمية مخادعة. هذه الأداة ستسرع الأمور. هذا أصعب مما ظننت. أين بقيتها؟ علي إجراء مكالمة. مرحبا، أحتاج إلى مساعدتك. أجل بطاطس، وداعا. لدي طرد لديفيد. هذا أنا، وقع هنا. ما هذا؟ أقدر لك ذلك. حسنا، لنقشر حبة البطاطس هذا بضغطة زر، وستؤدي الآلة العمل بأكمله، فكل ما علي فعله هو المشاهدة. أنا أحب التكنولوجيا. أوه، انظري إلى هذا. أعلم رأيك، لقد أثرت إعجابك. انظروا إلى هذا. واو، إنها نودلز طويلة جدا من البطاطس. انظروا إلى شاربي، لا يمكنني أن أنسى حبة البطاطس خاصتي. هذا رائع جدا، ربما تحمست قليلا أثناء التقشير. مهلا، لدي فكرة، لنجرب بعض الفاكهة. إنها تعمل، إنها تقشر البرتقالة. يا له من عالم غريب. هلو، أريد أخذ موعد من فضلك. الثالثة مساء، هذا يناسبني. طبي يا أمي، على الهول، كدت أن تفقعي عيني. تركت البيضة على النار. ما أجمل الشمس، هذا مريح. احترس من ضربتي. لم أفعلها. هل تحب الحلوى؟ يا لظرافتك، لكن ما هذه الرائحة؟ هل عرق يتصبب مني؟ يا إلهي، أمي، يجب أن أتصرف. سأقلبه الآن. إنه عالق في المقلاة. ماذا يحدث؟
هذا ممتع. مرحى، أنا أحلق. أوف، هذا مؤلم. ماذا حدث؟ يبدو أني نضجت تماما. ستقتلني أمي. لم أفعل أي شيء. ينمو حاجبي بسرعة. يبدو مثل رجل الكهف. يعني القط، تعرف المطلوب منك. طبعاً، أعطيني هذه الشعرات. كنت أصل؟ كلا. ماذا عن هذا؟ ها، سأستهدفها. اتخذت شعرة طويلة. مهلاً، هل يجب أن أرميها؟ ما الشعرة التالية؟ حان وقت العودة إلى العمل. أريدها كلها. مرحى. هولا، ما مدى قوة هذا الملقط؟ أوه جيد، رن الجرس وانتهى الدرس. يحتاج شعري لبعض العناية. هكذا أفضل بكثير. أوه، من الأفضل أن أنظف هذا الشعر. أوه، هذا أفضل بكثير. أوه، كلوي تحمل فرشاة شعر. من فضلك، هل يمكنني استعارتها؟ أوه، لا، لا تفعلي، أنا فرشاة شعرك أنت. حسناً، تفضلي. رائع، شكراً لك. شعري منكوش، هكذا أفضل. تفضلي فرشاتك. أوه، إنها مليئة بشعرها. شكراً مجدداً. أخبرتك بألا تعيريني لأحد. آه، الكثير من شعرها. ياي، أصبحت نظيفة ثانية. لقد فقدت الكثير من الشعر حقا. كلوي، حلمي أن أبقى معك للأبد. هل تقبلين هذا الخاتم؟ خاتم ثمين، انظري إلي، ما أجملني. أوه، تباً، هناك بقعة، يجب أن أنظفها. ماذا تفعل؟ أنا لامعة في الأساس. أوه، ها جاءت. مرحباً، أعتذر للتأخير. كلوي، أحضرت لك هذا. مرحباً يا فتاة، سأكون أكثر جمالاً إن وضعتني في إصبعك. يا إلهي، واو. هل يمكنني وضعه في إصبعك؟ الحلم أصبح حقيقة. إنه جميل جدا. قلت لك بأني سأكون جميلة. يا للروعة، خاتم لامع. وقت القليل من الدلال. أعشق الشعر النظيف. حسناً، وقت التسريح. سأجففك لتصبح أكثر جمالاً. حسناً، سأزيد من قوته. هذا ما أريده بالضبط. واو، إنه قوي فعلاً. حسناً، هذا يكفي. واو، لقد بلغت، ولكن شعري جاف الآن. رائع، يجب أن أذهب لارتداء ملابسي. هل تذكرون ما أخبرتكم به عن الكائنات الأولية؟ أين الطبشورة؟ حتما في مكان ما هنا. ربما خلف النبتة؟ ها، ليست هنا أيضا. أعلم أنها في مكان ما على المكتب. أوه، ها هي، بجوار المصباح. تباً، لقد وجدني. حسناً، سنعود للدرس. أكره هذا. هذه الطبشورة تصدر صريراً. ضعني جانباً. هذا سيء، لا نستطيع تحمله. حسناً، هيا بنا. كان ذلك شاقاً. يعتقد بأنه شاق عليه. رأسي المسكين.
فقدت شعري كله. أوه، أكره أطباء الأسنان. يبدو المكان آمنا. سأتناول وجبة خفيفة. هاي، هل تريدين قطعة بسكويت؟ أوه، حسنا، شكرا، سيريح هذا أعصابي. ها، يبدو بأني في فم أحدهم. هيه، حان الوقت لأعيد بعض الدمار. أوه، سني. أجل، أنت بحاجة لبعض أعمال التشييد. هذا رائع، استحق أن أكون مهندسة معمارية. بسكويتة حمقاء. أوه، هل ألمت أسنانك؟ أعتذر عن هذا. المريض التالي. هذا أسوأ يوم في حياتي. ربما يجب أن أتوقف. الحصة طويلة وأخيرا سنرتاح. كل هذه الدراسة جعلتني أشتهي تناول شيء واحد كما خمنت. علكتي العزيزة، رائحتها الزكية، بهدوء شديد، بحذر. كدت أنتهي، بقي القليل. لا، ها، علكة، أريد واحدة. ما خشيت؟ خذي، هل أنت سعيدة؟ لم يبق لي أي شيء. كان علي إحضار المزيد، لكن خطرت لي فكرة ذكية. أزل الطرف العلوي من قلم التحديد وأخرج الحبر، ثم ضع علكتك المفضلة. ألست ذكية؟ لن يشكون بأي شيء. أترى؟ بكل خفة. ليس لدي أي شيء. الحصة ممتعة اليوم، صحيح؟ بقيت بضع دقائق من الفسحة، لما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة، أحضرت حلويات أيضا، أنا متحمسة لأكلها. أوه، انتهت الفسحة. مرحبا، ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم، لا خيار أمامنا. هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة، سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكم الكلاسيكية، كان طعمها رائعا. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك، أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سرا. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أزيل الشعيرات من الفرشة، ثم ضع الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك، فستبدو مثل شعيرات فرشة، لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون، أماسط شعري فحسب، أترين؟ أوه، أحتاج لنظارة جديدة، أنا متأكدة من أني رأيت كاب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. أنا متحمسة لتناول هذا السجق، لكن لا يمكنني أكله لوحده. مع ماذا سآكله؟ ها؟ الخبز أفضل خيار. واو، يا لوسامة هذا الشاب.
هذا أفضل، إنه الرابح. ما رأيك بعضلاتي يا أوليفيا؟ إنه مفتول العضلات، اختاره قلبي. ماذا؟ كلا، لا يبدو مثل الصورة أبداً. سأفرد الخبز قليلاً. أوه، يراودني شعور غريب. أوه، يعجبني. ما مشكلته؟ سأتأكد من فرده جيداً. هذا يكفي، حان وقت إضافة سجق. أيها السجق، قابل الخبز. ثنائي مثالي، أشعر بالبرد. خذي جاكيتي، إنه من الصوف. شكرا، أشعر بالدفء الآن. واو، ما أجمل الشطيرة. والطعم ولا أروع. حان وقت تقطيع البصل. أنا مستعد. حقا؟ خذ، سأجعلك تبكي من الندم. أولا، لماذا تدمع عيناي الآن؟ لدي طريقة فعالة لوقف بكائي، درعي السحري الواقي. من الجيد أني أرتدي سترة هودي، سأكون في أمان ما دام الدرع في مكانه. أنا عبقري، لا دموع بعد اليوم. أنت لئيم، هل تعلم ذلك؟ نجحت الطريقة. مهلا، توقف، هذا ظلم. من يريد سلطة طازجة؟ تعالي لفمي. أنا أعشق البصل. ها؟ نسيت موعد الغرامي. بصحتك يا عزيزتي. هل ظننت أنك تخلصت مني؟ رائحة نفسي كريهة. أحدهم أكل البصل اليوم. أجل، هذا صحيح. علي أن أغادر الآن. انتظري، استريع الكتنعناع في المرة القادمة. الرائحة كريهة بالفعل.